طموحات. يعني بلا شك اي حد في الكوره هيقولك المغرب شبه ضامن التاهل من هذه المجموعه. شايف ان تركيز المغرب اكتر الفتره الجايه؟ احنا الحمد لله ان شاء الله عايشين لحد 25 اذا ربنا ادانا العمر عشان نخلص التصفيات دي، مين يعيش يعني ان شاء الله. لكنه البطوله الافريقيه اللي على الابواب خلال خلاص نقدر نقول ايام بدانا العد التنازلي 12 من فبراير باذن الله تبدا بطوله الامم الافريقيه، والمغرب مره وحيده كانت بنظام الدوري العام لما فازوا بهذه البطوله اللي بتخون الذاكره كانت في اثيوبيا. هل شايف انه وليد الركراكي استكمالا لاثبات الشخصيه الكرويه للمنتخب المغربي هيبقى تركيزه افضل اقوى خلال المرحله القادمه تصفيات خلاص في يونيو بقيه التصفيات كاس العالم على كاس الامم الافريقيه؟ بالتاكيد يا كابتن، افريقيا كلها دلوقتي تفكيرها في كاس الامم. نعم. زي ما حضرتك بتقول احنا هنلعب تصفيات كاس العالم في شهر 6 الجاي، فمنتخب المغرب حقق فوز مهم، منتخب مصر حقق فوزين، الفرق دي كلها تركيزها هيروح على كوتيفوار 2024. نعم. في يناير ان شاء الله. فوليد الركراكي منتخب المغرب من اكثر الفرق المرشحه في البطوله. حضرتك بتتكلم دلوقتي في رابع عالم، بتتكلم في جيل قوي جدا بمدرب متمرس، فالراجل اللي واخدين كاس امم مره واحده، فاعتقد ان هم هدفهم كله المنافسه والفوز بالبطوله. نعم. عنده جيل قوي جدا، حضرتك بتتكلم في اسماء كبيره. يمكن لو هنستعرض تشكيل المغرب محضرينه للعب بالانديه يلا بينا. نعم. وبعدين نروح لمنتخب 17 نحكي. نعم. قصه عنه. المنتخب قوي، المنتخب من اول ياسين بونو لغايه النصيري. نعم. الاحتياطي بتاع ايوب الكعبي، حضرتك بص تتكلم. نعم. في ياسين بونو الهلال السعودي وقبل كده طبعا اشبيليه، نصير مزراوي. نعم. بايرن ميونخ الباك ليفت، غانم سايس الشباب السعودي قبل كده وولفرهامبتون، نايف اجرد ويست هام. نعم. يونايتد الانجليزي، اشرف حكيمي بي اس جي. تعالى بقى نروح لخط النص. نعم. عشان نشوف التدعيمات، سفيان. نعم. مرابط مانشستر يونايتد طبعا واحد من نجوم كاس. نعم. العالم 2022، امين عدلي متالق بشده في بايرن ليفركوزن، امين حارث. نعم. مارسيليا، بلال الخنوس جينك البلجيكي عامل ماتشات كويسه جدا 19 سنه ده يا كابتن بلال الخنوس 19 سنه. نعم. وامين 21. نعم. و23 سنه. نعم. حكيم زياش طبعا بخبراته العريضه مع تشيلسي ودلوقتي. نعم. مع جالتا سراي. وفي الهجوم يوسف النصيري اشبيليه. نعم. منتخب في منتهى القوة، أسماء كلهم محترفين يا كابتن. خلينا نتكلم إن يحيى عطية الله اللي إحنا بنشوفه مع الوداد. نعم. ويحيى جبران نجوم، أيوب العملود. نعم. نجوم ما بيلعبوش. اللي بيتواجد فيهم بيكون موجود على دكة البدلاء، لأن الأسماء اللي بره أقوى وأشرس مع كامل الاحترام للعيبة دي داخل القارة من أهم اللعيبة. نعم. لكن المنتخب ككل وكسكواد أصبح منتخب، حضرتك بتتكلم في لعيبه كلها بتلعب بره، المغرب. نعم. زيه زي الجزائر، زي المنتخبات اللي عندها لعيبتها كلها محترفين بره، الاحتياج ليهم قليل جدا للعيبه المحليه، فطبعا بالتاكيد هو من المنتخبات المرشحه. النقطه حضرتك بتتكلم عليها قصه فوزي لقجع، وزي ما كان اسر بيسترسل الفكره في الاستمراريه. نعم. ان رابع عالم ثم منتخب اندر 23 اللي هو المنتخب الاولمبي. نعم. فاز على منتخبنا في الفاينل وتاهل للاولمبياد بطل افريقيا. مزبوط. منتخب تحت 17 هو تاني افريقيا بعد الخساره من السنغال، عندهم الزلزولي طبعا. نعم. وبعدين منتخب 17 ده تاني افريقيا. نعم. ودلوقتي طالع من ثمن نهائي كاس العالم. نعم. وعندهم التلاحم حارس المرمى طه ابو غزيل، الراجل حارس المرمى المتالق. نعم. بشده ده. هاي. ده حارس مرمى الحقيقه بن غزيل ده ممتاز. نعم. بص بقى كابتن 17 سنة. واحد من 9 لعيبة خارجين أكاديمية محمد السادس موجودين. في الفرقة دي لعب كاس أمم أفريقية وتصدى لأكتر من ضربة جزاء في مشوار. نعم. البطولة، فلما راحوا يلعبوا المباراة بتاعت إيران الراجل تصدى لضربة الجزاء مرتين وتعادت له تاني راح لها يمين قام الفار عيداله قام رايح لها شمال صاددها. نعم. والرياكشن بتاعه. نعم. وحضرتك ايوه بالظبط وحضرتك. نعم. سيدي العارفين في حته حراسه المرمى ده عنده 17 سنه. نعم. تعرض لاختبارات زي دي الشخصيه دي. نعم. هو اتكلم بعد المباراه. ان ياسين بونو بيكلمه من قبل البطوله ياسين بونو بيكلمه في بطوله افريقيا وكلمه قبل الماتشات دي وبيشد من ازره دايما وبيشيد بيه وفي تقارير بتقول انه وارد جدا قريب ينضم للمنتخب. هو 17 سنه هو بيتكلموا ان ده ياسين بونو الخليفه ياسين بونو اللي هيطلع بعديه على طول. فحارس المغرب طول عمرها الهزاز جالهم فتره كده حصل حاله الاهتزاز يعني ثم عاد ياسين بونو من جديد ليعيد يعني حراسه المرمى بقوه للكره المغربيه. يمكن احنا مصر والمغرب كان زمان حقيقه تونس يعني كان عتوجا وكان مختار نايلي كان شكري الواعر كان في الجزائر دريد كان سرباح ومبولحي يمكن اخر العظماء قاسم بولحي علي بومنيجل برضه كان في تونس من الحارس الجزائري الموجود دلوقتي مندريا ده كابتن مندريا حارس ممتاز. كويس مندريا يعني اليكسيس كندوز جندوزي كمان كندوزي حارس مرمى شباب بلوزداد من الحراس الجديد.